الآن مو وقت إعلان مواقف، الآن وقت العمل. اليوم نحن ينبغي أن نتحمل مسؤولياتنا العملية. هذا الهبة الجماهيرية التي حصلت يوم أمس في الدراز تحملنا وتحمل توصل لنا عدة رسائل. الرسالة الأولى للمعارضة، معارضة البحرينية بأجمعها. حينما تجتمع المعارضة البحرينية بجميع أطيافها على قضية واحدة، نرى هناك استجابة شعبية كبيرة، وهذا ما حصل بيوم الأمس. مئات الجرحى، مئات المعتقلين، والشباب يقدمون أنفسهم قرابين بدون خوف أو تردد. حتى المعتقلين الذين اعتقلوهم إذا لاحظتم لم يهربوا، لم يفروا من ساحة المواجهة، وقفوا وجاءت القوات اعتقلتهم. هم لم يحركوا ساكنا، لم يغيروا من موقفهم، لم يفروا من السجن. وهذا موقف تحدي وموقف شجاع وموقف يجب أن نثني عليه ونؤكد عليه. لذلك نحن نغتنم هذه الفرصة لندعو جميع أطراف المعارضة في البحرين الثورية والسياسية، وهذا هو ما دعونا له في بداية الهجمة على سماحة آية الله الشيخ عيسى، وقلنا أن هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة والتحدي، الوحدة بين جميع أطراف المعارضة. هذه الدماء التي نزفت بالأمس، وهذه الجراح التي في أجساد شبابنا، وهذا العدد الكبير من المعتقلين، كله يحملنا مسؤولية أن نلتقي، أن نجتمع، أن نتعاون، أن نتشاور، أن ننسق أعمالنا وجهودنا فيما بيننا وبين البعض. يجب أن نترفع عن اختلافاتنا الجزئية من أجل مصلحة الوطن، من أجل هؤلاء المضحين الفدائيين، من أجل هذه الدماء الغزيرة التي تنزف في البحرين. ملاحظة الأخرى والرسالة الأخرى من يوم أمس، وهي أن العلماء حفظهم الله ورعاهم إذا تصدوا لقضايا الأمة فإن الشعوب تطيعهم وتفديهم بالأرواح وتقدم الغالي والنفيس من أجلهم. بالأمس خير شاهد. صحيح أن الذين استشهدوا 5 أشخاص، ولكن الذين كانوا على استعداد للشهادة كانوا مئات الأشخاص. الذين جرحوا وينزفون والذين اعتقلوا كلهم كانوا على أتم الاستعداد للشهادة، وكل الذين اتجهوا للدراز كانوا يعلمون أن مصيرهم القتل والشهادة، ومع ذلك ذهبوا. فهذا يحمل العلماء مسؤولية التصدي لقضايا الأمة. الأمة تستجيب، الناس تستجيب، الناس يطيع العلماء، يحب العلماء. لذلك نحن نرى الشعارات التي ترفع كلها شعارات تأييد للعلماء وللخط العلمائي، وهذا يحمل العلماء مسؤولية التصدي لقضايا الأمة، وأن يكونوا في واجهة الحراك الشعبي للشعب البحريني.